موقف محرج تعرض له النجم جان يمن أثناء حضور حفل افتتاح منصة ديزني بلس اليوم، حيث قام الصحفي عاكف وهو من الصحفيين البارزين في تركيا عندما شاهد قدوم جان يمن أدار زهره. بعدها جان يمن لاحظ عدم اهتمام الصحفيين، عاكف طلب من زملاء المصورين إنزال الكاميرات وعدم تصويره. كان رد فعل جان يمن إنه ألقى التحية على الصحفي عاكف ثم غادر منطقة اللقاءات بدون تقديم أي روبورتاج للصحفيين. أما رد فعل الصحفيين فقد قام أحد الصحفيين بالقول هذا نجم إيطاليا ليس بحاجة للصحافة التركية، ثم قام بقية الصحفيين بالتصفيق للسخرية من جان يمن. Dur abi canlı yayın. موقف الصحفيين الساخر من النجم جان يمن أثار ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، فجان يمن واحدا من أشهر الممثلين الأتراك ويمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة على مستوى العالم، إلى جانب أنه بطلا لمشروع في منصة ديزني بلس كان من المفروض استقباله مثل بقية نجوم ديزني بلس اليوم. Bop, 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 bop